من أورشليم بنواصل دراستنا عن الأسبوع الأخير من حياة المسيح، الأسبوع الذي غير التاريخ. أنا موجود في الجهة الجنوبية وخلفي بتشوف جبل صهيون والبلدة القديمة، لكن بين جناح الهيكل البلدة القديمة وجبل الزيتون اللي وراي في وادي، هذا وادي قدرون، وعلى طول بتشوف بستان جتسماني. رح نركز حديثنا ونروح مع بعض لبستان جتسماني. هناك طبعا ألقي القبض على يسوع المسيح، ومن هناك أيضا أخذ ليحاكم المحكمة الدينية على جبل صهيون من حنان وقيافة أمام مجمع السنهدرين، ومن هناك أخذ إلى دار الولاية قلعة أنطونيا ليحاكم المحكمة المدنية أمام بيلاطس. أنا بدعوكم معي إنه نشاهد هذه الحلقة، وبصلي إنه تكون سبب بركة لحياتك.